من الأخبار السعيدة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الذي زف لطلاب من الابتدائي وحتى الصف الثاني الإعدادي بشرى. أنا بشوفها خبر عظيم ومريح للأبناء وأولياء الأمور بالدرجة العليا. معنا على الهاتف السيد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم. أهلا وسهلا سيادة الوزير. أهلا بيك فندم. أهلا وسهلا. أهلا بيك معالي الوزير. ومن هذه القرارات لشرح مبسط نطمئن به الناس ونطمئن به الطلبة وأولياء الأمور لما تم اتخاذه النهاردة من قرارات. لا والله احنا بس بنحاول نستبق الأحداث ونطمن الناس كلها على ايه اللي هيحصل في الترم الثاني. بس عاوز اقول ان احنا الحمد لله قدرنا يعني من الدول القليلة اللي في وسط جائحة كورونا احنا ساعات بننساها قدرنا نحافظ على استمرارية العام الدراسي. احنا في 8-9 ايام اللي فاتوا امتحنا كل الصفوف من رابعة ابتدائي للإعدادية بالكامل، وأولى ثانوي خلصوا النهاردة وتانية ثانوي فاضل لهم الثلاث والخميس، فده إنجاز هائل الحقيقة. وكده خلصنا الترم الأول كما اتفقنا أو وعدنا أو اتكلمنا في 18 فبراير. اللي احنا قدمناه النهاردة هو ايه اللي هيحصل في بقية الترم الثاني عشان الولاد تستعد، وان شاء الله الدراسة تبدأ لمن يريد انه يحضر المدرسة من يوم 13 مارس، يعني بعد ما بتوع تانية ثانوي يخلصوا يوم الخميس. فمن السبت اللي بعده للمحافظات اللي بتشتغل السبت او الحد الولاد المدارس هتكون مفتوحة ومجموعات التقوية شغالة. اللي عاوز يودي ولاده طبعا مرحب بيه جدا جدا، والخايف شوية ممكن يختار انه يقعدهم في البيت. فكل القنوات مدرستنا كمان ابتدت تعمل جداول البث للي هيحب يقعد في البيت او اللي هيروح المدرسة عاوز يستعين بيها. فكل الادوات الحقيقة موجودة، وقلنا لهم كمان على المواعيد التفصيلية بتاعت امتحانات الشهور اللي هي مارس وابريل ومايو من اول رابعة ابتدائي لحد تانية اعدادي، وضوابط الشهادة الاعدادية. يعني حاولنا نرد على كل اسئلة الولاد قد ما نقدر وبسرعة علشان يكونوا مستعدين. طيب بالنسبة لشهر مارس معالي الوزير، شهر مارس على ما يبتدوا الدراسة هنكون في نص الشهر، هيبقى امتحان على اللي هيدرسوه في اسبوعين. احنا بكره استاذ خيري هننزل الاجزاء من منهج الترم الثاني اللي هتكون محل اسئله في هذه الامتحانات عشان يبقى الامور واضحه تماما في جميع المواد هيكون عندهم. طبعا زي ما حضرتك قلت شهر مارس مش في ايدنا بقى، احنا بنصارع هذه الجائحه، انما علشان نعمل اقصى ما يمكن، وهو ليس طبعا من الكمال يعني ان احنا في ظروف صعبة، انما هيمتحنوا في اسبوعين او ثلاثة من اللي هياخدوه في مارس، وبعدين في اربع اسابيع اللي بعدهم في ابريل ومايو ده يخلص لهم السنة من غير امتحان ترم تاني. يعني معظم سنوات الناس ده كويس جدا. بالنسبة للاعدادية انا عايز اقول لحضرتك برغم كل الجهود المبذولة والتي نقدرها ما زالت كانت في حالات غش الكتروني، وفي مواقع بدأت تقول للطلبة ادخل اشترك على الموقع ده علشان هنزل لك امتحانات الإعدادية، وإذا كنت طالب في الثانوية العامة انتظرنا هنجيب لك امتحانات الثانوية العامة. كيف يمكن كشف هؤلاء؟ لأن بالفعل بعض الطلاب بيستغلوا الثغرات. أنا عارف أن حضرتك قلت أن اللي بيغش بيضحك على نفسه وهيقع بعد كده في مستقبله، وأن المسألة مش نجاح وسقوط هنا، فحضرتك كيف يمكن ضبط ده؟ هو انا بس بحاول اتاكد حضرتك بتتكلم غالبا على الامتحانات الالكترونيه مش الاعداديه. ايوه الالكترونيه تمام. لا الامتحانات الالكترونيه يا فندم يعني احنا كنا بنوقف هذا النظام الالكتروني على رجليه لهذه الاعداد الهائله. نعم. زي ما حضرتك شايف احنا نجحنا في الايام القليله الماضيه من اول يوم السبت 27 فبراير امتحنا عملنا 12 مليون امتحان الكتروني ما شاء الله في جمهورية مصر العربية. فده شيء يهمنا في المقام الأول نوعية الأسئلة وكفاءة النظام، وبالتعاون مع وزارة الاتصالات حطينا إيدنا على أي مشكلات وحليناها، بدليل إن من يوم الحد 28 لحد النهاردة كل يوم نسبة الدخول على النظام حوالي 99% وكسور. يبقى بقى موضوع الغش. موضوع الغش أنا قلت كتير هو آفة مجتمعية ولازم نبص
في المرايه، ويمكن كورونا كشفت كثير من عورات النظام في اذهاننا واذهان بعض اولياء الامور وبعض الطلاب. ولكن برغم كل هذا، الامتحانات اللي فيها عنصر التنافسيه اللي تقتضي العداله المطلقه لن يسمح فيها بهذا على الاطلاق. يعني طبعا حضرتك سمعت قبل كده في اثناء كورونا ان احنا لجانا للابحاث او لجانا لامتحانات من المنزل، وهو شيء معترف به حول العالم. للاسف احنا كثير من الاولاد يعني بيتصرفوا بياخدوا التصرف الخطا بان هم ما بيعتمدوش على نفسهم. اولياء الامور كمان معالي الوزير كانت بتساهم في الجزئيه يعني دي بشكل كبير جدا، بتاخد الطريق السهل خلينا نقول. فحاولنا نقول لهم انه ده مش هيفيدكم في حاجه خالص، لانه في امتحان زي الثانويه العامه الدوله كلها باجهزتها كلها هتكون شغلها الشاغل هو مراقبتكم. هيبقى مراقبه في اللجان، ومعانا بقى وزارات سياديه، ومعانا زي اللي بنعمله في الثانويه العامه. فهو اللي ما استفادش بفرصه التدريب دي هيدفع ثمن غالي، لانه مش هيلاقي الفرصه دي وهيتمسك وهيطبق عليه قانون الغش وهيفقد سنه بالكامل. فيعني مش عاوز اعكس التجربه دي اللي ما كانش هاممنا فيها الموضوع ده الى حد كبير لاسباب كتير، منه ان احنا يعني عشان نتحكم في الغش يا جماعه احنا بنتكلم في مليار جنيه بس عشان تبقوا عارفين. يعني نقدر بس بكلفه عاليه جدا من المراقبه ومن الكاميرات ومن التعاون مع الداخليه، مش معقول نعمل ده في امتحان ترم في سنوات نقل. طبعا هنا كانت فرصه نناقش القضيه اللي حضراتكم بتطرحوها، وهي قضيه الوعي العام باحنا جايين نتعلم ولا جايين بس علشان نقول نجحنا يعني. ايوه. وتجربة يا فندم، تجربة كمان كانت تجربة ناجحة جدا، تجربة استخدام السيستم الخاص بالوزارة والموقع الخاص بيها علشان الامتحانات والتابلت بالنسبة للناس. والخادم امبارح كان معانا وزير الاتصالات وقال قد ايه ان كان في تعاون قوي جدا علشان الخوادم تعمل بكفاءة عالية وتتفادى الازمات اللي حصلت في اول ايام، ودي كانت تجربة ناجحة جدا. هي الحقيقة مش أول أيام، هي أول ساعتين. بعدين وبعدين زي أي كمبيوتر سيستم بيبان على طول في أول ساعتين ثلاثة، وده تبادلنا مع طبعا وزارة الاتصالات والشركة المصرية للاتصالات كل أجهزة الدولة عشان نوقفه على رجليه. يعني مهم الناس تبقى عارفة إن إحنا عندنا في مصر يعني سيستم زي ده استطاع إنه يوصل لهذه الملايين. إحنا كل يوم بنمتحن أولى وثانية ثانوي تقريبا كل دفعة فيها 600,000، بيمتحنوا في اليوم امتحانين، وكل امتحان في حوالي 15 ل 20 سؤال، وده نص الوقت على فكره احنا عاملينه بس عشان كورونا. معنى كده ان احنا جالنا في ال 10 ايام اللي فاتوا 200 مليون اجابه الكترونيه. ما شاء الله. بيصلحها هذا النظام، ده اولى وثانيه ثانوي بس. فاحكام السيطره على نظام زي ده على مستوى دوله ده انجاز كبير جدا في وقت قصير زي ده كمان سياده الوزير. طيب بما ان حضرتك اخذتنا للجزئيه دي، عمليه التصحيح يا فندم هتنتهي امتى؟ التصحيح هنا في نوعيه الاسئله اللي احنا استخدمناها لاولى وثانيه ثانوي كلها الكمبيوتر هو اللي بيصلحها، مش محتاجه تدخل بشري. انما عشان زي ما قلت لحضرتك هنتكلم على 200 مليون اجابه، الكمبيوتر صحيح بيصلحهم بسرعه جدا، ولكن احنا بنجهز تقرير لكل طالب من المليون و200 الف طالب في كل ماده، بنقول له نقط القوه والضعف بتاعته. يعني مش بنديله نمره العربي وخلاص، احنا بنقول له انت في النحو عملت كذا وفي البلاغه عملت كذا. يعني ده برنامج ده، لان الهدف من الامتحان هو تدريبه والوقوف على النقط اللي المفروض يقوي نفسه فيها. فاحنا اللي بياخد مننا وقت مش التصحيح وانما صناعه هذه التقارير. فاحنا هنبعت مليون وربع تقريبا تقرير لاولادنا في اولى وثانيه ثانوي على اواخر الاسبوع القادم باذن الله. باذن الله. سياده الوزير هتسمح لي يعني بتجاوز صغير باستشفاف ان حضرتك أوي. بتواجه مافيا في الغش، بتواجه مافيا لها أصابع خارجية وليس الداخلية فقط، وإن كنت تاخد حذرك وانت بتقول الكلام ده أو ما بتقولوش بصراحة، هل الإحساس اللي بيوصل لي أنا وغيري ده صحيح؟ لا هو صحيح طبعا، وعملية منظمة جدا. كل مرة بنقول على فكرة احنا موجودين مع الولاد في نفس الجروبات اللي بيغشوا فيها، وعندنا اساميهم وارقام جلوسهم وعارفين هم مين. وهم لا يقلوا بالمناسبه عن 300,000
في دفعه قوامها 600. النص تقريبا يا فندم. فاحنا شايفين ده، ومش احنا بس، وطبعا مباحث الانترنت شايفه ده، والامن الوطني شايف ده، وعارفين نوقفه ازاي لو حبينا. احنا كل ده علشان نعمل الحديث اللي حضراتكم بتعملوه بالظبط. كان ممكن نقفله، بس ده مش الحل. الحل ان اولياء الامور اللي سامعيننا والولاد اللي سامعيننا، ده مش كلام خطابه ولا حاجه. هيندموا، حضراتكم عارفين، لو ما تعلموش طبعاً. احنا على فكره من الغرائب ان احنا نقول في حديث اخر، يعني التعليم بايظ، الولاد ما بتعرفش تقرا وتكتب وهي في الاعداديه واولى ثانوي. طب ما هو عشان كده، علشان هذا النوع من التسلق من درجه لدرجه، والمناداه بتاعت ناس كتير انها تنجح من غير ما تتعلم. احنا طبعا اسهل حاجه بالنسبه لنا نلبي هذا الطلب. نعم. ان احنا ما نعملش امتحانات او نسيبهم بش، ولكن ده مش في المصلحه، يعني احنا بنتكبد. لا، هنطلع اجيال شكلها ايه؟ ده البلد تقرب، مش دول اللي هيشتغلوا واللي هيبنوا البلد بعد كده؟ صحيح. وفي ولاد على فكره جادين جدا وشاطرين جدا، وبيعانوا كمان للاسف. نعم. بيعانوا في وسط الفصول اللي اصحابهم ساعات بيتريقوا عليهم، وساعات بيبقوا يعني بينقدوهم لانهم عاوزينهم يشتركوا معاهم. ده كله مش هيحصل في الامتحانات زي الاعداديه في الترم الثاني ولا في الثانويه العامه. فانا بس بنبههم، خلينا كده احنا طمنا الطلاب اللي اجتهدوا كمان. بس لسه حضرتك ما قلتليش برضو، الاصابع دي داخليه فقط ام ان هناك مافيا بتدعمها في الخارج لاهداف سياسيه مش اهداف علميه تعليميه؟ في الاثنين يا استاذ خير. في الاثنين. الامن الوطني مسك ناس فعلا في نقط كتير في الجمهوريه كانوا بيعملوا هاشتاجز معينه، واتضح ان هم في تمويل ليهم خارجي، بس انا مش دي الحاجه، مش ده اللي شغلك قوي. لا، انا دايما مصر ليها اعداء في كل حاجه، وده بيحصل. انا يهمني اكتر الوعي بتاعنا، واحنا بنقرا الفيسبوك واحنا بنقرا السوشيال ميديا، مش نقفلها بس نبقى شاطرين في ان احنا نفهم ايه الاشاعه وايه اللي بجد وايه الصح وايه الغلط. ولو احنا ربينا الولاد كويس ان الغش ده غلط، مش لازم اجري وراه عشان ما يغشش، المفروض اعلمه انه ما يبقاش انسان بياخد حاجه مش من حقه ومن حق حد تاني. فده يهمنا اكتر حتى اذا خد مده اطول. وانا اعتقد يعني دي خطوات حتى ولو كانت بطيئه زي ما حضرتك قلت تاخد مده اطول، لكن هتكون اكثر ثباتا. احنا بنشكركم جدا على المجهود ده، وبنشكركم كمان على الصبر اللي بيتم التعامل بيه في كل الهوجه اللي بتحصل من وقت للتاني على كل قرار وعلى اي خطوه بتاخدوها. كل الشكر ليك معالي الوزير الدكتور طارق شوقي وزير التربيه والتعليم. شكرا سياده الوزير. كل الشكر.